منظمة الصحة العالمية اختارت 31 من أيار ليكون يوماً عالمياً للامتناع عن تعاطي التبغ. يأتي هذا ضمن الجهود الرامية لتهيئة بيئات صحية مواتية للإقلاع عن تعاطي التبغ. يعد الأردن من أكثر الدول استهلاكاً للتبغ في العالم وفقاً لأحدث التقارير. نتابع. وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز الحسين للسرطان، هناك أكثر من 9000 حالة وفاة مسجلة في الأردن بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين، كما أن التدخين يتسبب بحوالي 25% من حالات السرطان في المملكة، أي ما يعادل تقريبا 1400 حالة سنويا. فالتدخين مرتبط بحوالي 80% من وفيات سرطان الرئة، والمدخنون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان أو الوفاة 15 إلى 30 مرة مقارنة بغير المدخنين. الإحصائيات أشارت إلى أن 80% من الأردنيين يتعرضون للتدخين السلبي في الأماكن العامة، فتعرض البالغون للتدخين السلبي يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أن 63% من الأردنيين يتعرضون للتدخين السلبي في منازلهم، وتعرض الأطفال للتدخين السلبي يزيد التهابات الجهاز التنفسي ويزيد احتمالات الموت المفاجئ بين الرضع. الإحصائيات أشارت أيضاً إلى أن 25% من المدخنين في الأردن يستخدمون الأرجيلة، كما أن استخدام السجائر الإلكترونية في الأردن يتراوح ما بين 11 و16%. بحسب الإحصائيات، يبدأ الرجال في الأردن بالتدخين في عمر 17 عاماً، وتبدأ النساء بالتدخين في عمر 24، فواحد من بين كل 6 فتيان وواحدة من كل 14 فتاة بين عمر 13 و15 عاماً يدخنون السجائر، ومعدلات التدخين في الأردن تعد من بين الأعلى في العالم. ومعنا عبر الهاتف من عمان استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مركز الحسين للسرطان الدكتور معتز لبيب. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا. يعني اليوم يصادف اليوم العالمي للامتناع عن تناول التبغ، لكن للأسف الأردن ما زال يعني يتصدر سنويا تقريبا الترتيب العالمي بأعداد المدخنين. برأيك ما هي أبرز الأسباب؟ لماذا زيادة الأعداد في المدخنين أو للمدخنين عندنا بالأردن؟ نعم، صباح الخير لكم وللمشاهدين جميعا. صباح الخير للأردنيين في الوطن وفي الخارج. بمناسبة هذا اليوم وهو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، يسرني أن أقوم بهذه المداخلة معكم. كما ذكرتي سيدتي، نسبة التدخين في الأردن هي في تزايد مستمر، وقد نقول بأننا يعني حصلنا على المركز الأول عالميا في مجال التدخين. نعزي الأسباب، يعني أنا أحب أن أذكر منها أنه يعني بداية العمر عند يبدأ عمر التدخين عند الرجال تقريبا في سن يعني 16 أو 17 سنة على الأغلب، وربما قبل ذلك، وهناك واحد من كل 6 فتيان يدخنون في عمر 14 أو 15، وعند النساء في سن 24 وهناك واحدة من كل 14 فتاة في عمر المراهقة نجدها من المدخنين. بداية أو العمر المبكر في البداية للتدخين واحد من هذه الأسباب، ربما يعني عدم وجود التوعية الكاملة لدى فئة المراهقين يكون يعني من أحد الأسباب الرئيسية للبدء في التدخين. نعم، يعني دكتور بعيدا عن موضوع التوعية، ماذا أيضا عن القوانين؟ يعني التدخين وأسلوب التدخين الجديد بأدواته الجديدة أصبحت متوفرة بكل مكان، يستطيع أي شاب أو أي فتاة بعمر صغير شراء هذه الأدوات الخاصة بالتدخين. نعم طبعا، هذا في غاية الأهمية. أنا أريد أن أذكر أنه يعني قد مررت قوانين من قبل الجهات المعنية، وهناك تغليظ في العقوبات ضد التدخين في الأماكن العامة. نحن يعني من ناحية القوننة ربما هذا موجود، ولكن هي المشكلة في التطبيق، يعني تطبيق هذه الغرامات. نعم. تطبيق أو الحصول آلية لتطبيق العقوبات للتدخين في الأماكن العامة، في الحدائق، في المستشفيات،
في الدوائر الحكومية. آلية التطبيق هذا ما نفتقده يعني في هذه المرحلة، ولكن يعني كمان يجب أن نذكر هنا بأن يعني هذه الآفة عالمية، وكما ذكرت أيضا تنوع ما يسمى بالتوباكو اندستري برودكتس، وهي منتجات شركات التبغ العالمية. الآن على سبيل المثال تسوق السيجارة الإلكترونية وغيرها كوسيلة للإقلاع عن التدخين، ولكن هي على العكس، ربما هي وسيلة أخرى للتدخين. كما نعرف هناك وسائل مختلفة مثل تدخين السيجارة العادية، تدخين الأرجيلة، تدخين الغليون، الآن ما يسمى بالسيجارة الحرارية أو الآيكوس. هذه المنتجات كلها تسوق على أنها أخف ضررا، على أنها صحية نوعا ما، أو أنها وسيلة للإقلاع عن التدخين، وهذا ما يعني ما نراه في كل يوم من خلال عيادات الإقلاع عن التدخين، تثبيت هذه النظريات الخاطئة، ومن باب التسويق له الأثر الأكبر. علينا أن نذكر هنا بأن هذه يعني حرب عالمية بين منتجات التبغ وشركات التبغ العالمية والأرباح التي تجنيها هذه الجهات، والجهات التي تحارب التدخين من جهة أخرى. فيعني مجال التسويق هنا يلعب دور كبير، وخصوصا في الفترة الأخيرة لاحظنا كيف انتشار على سبيل المثال السيجارة الإلكترونية أو بعض المنتجات التي يحملها الطالب. يعني هناك دراسة أجريت في الولايات المتحدة بعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى تقليل نسبة المدخنين من 62% إلى تقريبا 13% في عام 2014، ولكن وجد أن انتشار هذه المنتجات بين طلاب المدارس الذين يستطيعون حمل هذه المنتجات في حقائبهم لا يوجد لها رائحة كما يوجد تلك الرائحة الكريهة للسيجارة، فحتى لا يظن أحد بأن هذا يعني المراهق يدخن. دكتور، هذه الأنواع من التبغ أصبحت موجودة بعدد كبير من المحلات التجارية، موجودة على الأرفف بجانب السكاكر والحلويات، فبالتالي يعني من السهل جدا على طلاب وطالبات المدارس اقتناء مثل هذه الأدوات. فلذلك نحن نطالب بأنه يكون في قوانين وتوصيات من قبلكم، كونه هناك أعداد كبيرة وزيادة في أعداد الوفيات والإصابات أيضا بالسرطانات المتعلقة بالتدخين. دكتور، لو تحدثنا أكثر عن هذه النسب وهذه الأعداد وزيادتها، خاصة المتعلقة بالتدخين عنا بالأردن، حدثنا أكثر عن هذه النسب وكيف تقرأها حضرتك كمتخصص؟ نعم، نسبة التدخين بين الرجال في الأردن تقارب بين 60 إلى 65%، إذا ما أضفنا إليها التدخين بكافة أنواعه، سجائر إلكترونية وإلى آخره، فإن هذه النسبة بين الرجال ترتفع إلى تقريبا حوالي 82%، أي أن هناك 8 من كل 10 رجال في الأردن هم مدخنين. هذه النسبة عند النساء ربما يعني إذا جمعنا بين التدخين بكافة أنواعه ربما تصل إلى 5 أو 6 من كل 10، وهذه أرقام يعني مخيفة جدا وتلعب دورا هاما في تشكل الأمراض المزمنة وازدياد عدد الوفيات. علينا أن نقول بأن يعني الخطوة الأولى يعني وأرجع وأقول إلى يعني تعود إلى برامج التوعية. يعني ربما نتحدث ونصرف الكثير من الوقت عن التسويق ومنتجات التبغ وإلى آخره، ولكن عندما يكون لدى الأشخاص الوعي الكامل ومن ثم القناعة التامة بأن هذه يعني مادة مضرة، كل هذا يعني عن طريق التوعية. هناك أيضا يعني عبء يكون على أكتاف الكوادر الصحية أيضا. أنا لا أعتقد لأننا نحن ككوادر صحية في الأردن يعني نعطي المريض الوقت الكافي لشرح أضرار التدخين، ويعني هذا الآن مثلا في أمريكا وبعض الدول الغربية يطبق كجزء من الرعاية الأولية، ويعني يحاسب كل طبيب إذا لم يتكلم عن التدخين، ويجب أن تذكر في كتابة النوت مثلا اليومية بأنني تكلمت مع المريض
في موضوع التدخين. فهناك عبء على يعني كتف المواطن، وهناك عبء أيضا على كتف الكوادر الصحية، وهناك أيضا وظيفة تقوم بها الهيئات والمنظمات. نعم. طب دكتور الحكومية. بهذا الخصوص بالتحديد لو يعني تعطينا تفاصيل أكثر عن خطر الإقبال على التدخين بصفوف الشباب والعمر الصغير أيضا، كيف يؤثر التدخين بأعمار صغيرة على الصحة؟ نعم، كما نعلم بأن التدخين له أضرار كبيرة، تبدأ هذه الأضرار من فتحة الأنف، التأثير على الشعيرات الأنفية، التأثير على منطقة الحلق والبلعوم، الإصابة بمرض ما يسمى الأزمة الصدرية أو الربو، الانسداد الرئوي، هناك أيضا أن يكون المدخن أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الرئوية، وكما نعلم أيضا خطر الإصابة بالسرطان. هناك دراسات حديثة أثبتت بأنه إذا ما ترك المدخن أو أقلع عن التدخين في سن 30 أو ما يقارب على 30، فإنه يصل في مرحلة إلى حياته أن يكون يعني هذا الريسك أو التأثر الخطورة الخطورة. نعم. بتشكل سرطان الرئة وغيره، يعني تصل إلى تقريبا مستوى زيرو في مرحلة عمرية قادمة. فلذلك يعني هذه النصيحة نوجهها إلى جميع المدخنين بكافة أعمارهم بأن يسابقوا ويسارعوا إلى الإقلاع عن التدخين، وأن يستفيدوا من هذه الفرصة. أنا أريد أن أذكر أنه مؤخرا يعني حتى وزارة الصحة الأردنية ونحن قمنا بعمل مشترك يعني بتأهيل العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين. نعم. والتي يعني غطت تقريبا جميع محافظات المملكة. أنا أريد أن أذكر هنا أن مؤسسة الحسين للسرطان ومركز الحسين للسرطان يعتبر من المؤسسات الرائدة في مكافحة التبغ، ويعني هذا الموضوع يحوز على الاهتمام الزائد ويعني الاهتمام الكبير من سمو الأميرة غيداء ومن أيضا يعني مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، وأيضا كما نعلم الأستاذ الدكتور فراس هواري معالي وزير الصحة هو من كان أسس هذه الخدمة للمواطنين. نعم. والآن هذه الخدمة تعم جميع أنحاء المملكة، فعلى المواطنين يعني نذكرهم في هذا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بالاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة. شكرا جزيلا لك دكتور. إذن كان معنا من عمان استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مركز الحسين للسرطان.